دلوقتي هم اللي ماسكين الميزانيه. تاني اسبوع اهو يا قلبكوا. طب جومانا 12 سنه ماشي، عملت ايه في الاسبوع الاول بتاعها؟ هي تقول بقى. حاولت اجيب اقلل من كل حاجه اقدر اقلل منها، ما جبتش كميات كبيره. لا يعني كان عندك خطه اصلا ان انت تقللي المصاريف؟ عشان انا يعني برضو لما اقلل من حاجات ممكن اجيب حاجات تانية انا عايزاها، يعني مثلا الشوكليت وكده ما بقدرش استغنى عنها، فمثلا بقلل من حاجات احنا بنجيب منها كميات زياده وبقوم جايبه الحاجه اللي انا عايزاها. ايه اكتر حاجه قللتي فيها؟ الحاجات اللي هي المأكولات السريعة مثلا، الشوكولاتات والحلويات وكده ولا؟ انا عملت نظام حلو نافع، يعني مثلا كل اسبوع بيبقى في يوم اجيب سويس وشوكولاتة وكده للعيلة كلها. يعني خليتي الشوكولاتة مرة واحدة في الاسبوع؟ ده دايت كويس جدا كمان.